القرن الإفريقي، مساحات شاسعة، ثروات مهدرة، موقع استراتيجي، فوضى أمنية وفراغ سياسي، عناصر جعلت المنطقة مطمعاً لدولة قطر، وهي التي لا تتردد في استعمال أي وسيلة لتمديد نفوذها. وفي مقديش وسيلتها الأبرز هذا الرجل فهد ياسين، أحد أهم مراكز القوى في الرئاسة الصومالية حالياً، ومراسل سابق لقناة الجزيرة القطرية. ياسين عرف بعضويته في تنظيمات متطرفة قبل أن يلتحق بالجزيرة مراسلاً، ما أتاح له على ما يبدو فرصة تقوية علاقاته بأجهزة أمنية واستخباراتية قطرية. منذ 6 أعوام ترأس مكتب مركز الجزيرة للدراسات في شرق إفريقيا، وقبل 2 تولى منصباً هاماً في قصر الرئاسة. تتهمه مصادر بأنه رأس حربة مخططات تقوم بها قطر ليس فقط في الصومال بل في دول الجوار. ففي مقديشو يقوم بتقوية مركزه وإقصاء مناوئيه، ومن بينهم الجنرال عبد الله عبد الله، نائب مدير وكالة الاستخبارات والأمن القومي. أما في دول الجوار فكشفت الحكومة الكينية في أغسطس المنصرم أن ياسين تمكن من الحصول على جواز سفر كيني بطريقة غير شرعية وعبر الاحتيال.